فيجيلونس لو ديبلي فيجيلونس فيكتور 22 اللي ماتت ليه بنته. يعني هذا الشيء راه حنا كنا المغاربه سواسيه في هذا المشكل. وانا عرفوها انتم ضد التلقيح او اجباريه جواز التلقيح، حيت كيحد ليا من الحريه ديالي وتسبب ليا بان ضد جواز التلقيح. اما التلقيح كيبقى كل واحد هو حر في راسه، اللي بغى يلقح يمشي يلقح واللي ما بغاش يلقح شغلو هذاك. انا ما يمكن ليش نفرض الراي ديالي على الناس نقول لهم ما تلقحوش او لقحوا. انا كنهضر على نفسي شخصيا، انا ما غنديرش التلقيح، وكنهضر دابا الوزير الصحه على اجباريه جواز التلقيح. لو داش بها حد ليا من الحريات ديالي وحد وتسبب ليا حتى في قطع الرزق، غيتسبب ليا حتى في قطع الرزق، حيت غدا العبد غدا ملي غيفرضوا عليا الثانيه والثالثه ما غنديرهمش، غيقول لي الله يعاوننا ويعاونك. اللهم نمشي نموت بالجوع ونبقى بصحتي، ولا انني نبقى خدامه ونتشلل في كلتا الحالتين انا اللي ضايعه. شكرا لك. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريده العالم 24.